هنا الصيغة البنائية لمركب الإيثين، ويمكننا رؤية وجود رابطة ثنائية في هذا الجزيء، ويمكن رؤية أيضا أن كل ذرة كربون ترتبط مع 3 ذرات أخرى. إذا نظرنا إلى ذرة الكربون في اليسار فإنها كما نرى ترتبط مع 3 ذرات أخرى في هذا الجزيء. في الفيديو السابق عن التهجين SP3 كان الكربون مرتبط مع 4 ذرات أخرى طبعا، وكانت جميع روابطه هي أحادية. أما ما نراه هنا يدل على أن نوع تهجين آخر لذرة الكربون. لمعرفة نوع التهجين لكل ذرة الكربون هنا، دعونا ننظر إلى التوزيع الإلكتروني في الأسفل الذي يظهر وجود 4 إلكترونات تكافؤ حول كل ذرة كربون. طبعا في فيديو سابق تحدثنا أن واحد من الإلكترونات ارتفع من المدار 2s وانتقل إلى المدار الفارغ P وكان PZ. طبعا هذا أثناء تشكيل الكربون لروابطه، وعند التهجين SP3 احتجنا تهجين 4 مدارات ليقوم الكربون بإنشاء 4 روابط أخرى. في هذا المثال حيث الكربون مرتبط مع 3 ذرات أخرى، سنحتاج فقط إلى أن ننتج 3 مدارات جديدة مهجنة، ولإنتاج هذه المدارات المهجنة سنرفع مدار S في طاقته إلى هنا، وهو يحتوي على إلكترون واحد تكافؤ هكذا، رفع إلى طاقة أعلى. وأيضا في المقابل مدارين بي ينخفضان في طاقتهما ليتساويا مع المدار S. كل مدار من بي لديه 1 إلكترون تكافؤ بهذا الشكل، وهذا يترك واحد من مدارات بي غير مهجن، إذا سنتركه دون عمل أي شيء به. نعم، الآن لم يعد هذا المدار يسمى مدار S، سنقوم بتهجينه مع مداري P الأخريات هنا لإنتاج المدار SP2 المهجن، وهذا أيضا لم يعد المدار P، لقد تم تهجينه لتشكيل المدار المهجن SP2، والأخير أيضا هذا المدار P أصبح SP2، أصبح المدار المهجن SP2 كما قلنا، ونسمي هذا التهجين SP2 لأن المدارات الجديدة المهجنة تشكلت من مدار S ومدارين من B. إذا هذا هو التهجين SP2 أو SP2 hybridization. إذا كل ذرة كربون في جزيء الإيثين تهجينها من النوع SP2، هذه الذرة على اليمين وهذه الذرة على اليسار أيضا. إذا المدار SP2 المهجن الجديد شكلناه من مدار 1S ومدارين P. إذا يمكن القول أن المدار الجديد يحتوي على 33% من خصائص المدار S و67% من خصائص المدار P. نعم، إذا عند توقع شكل مدار SP2 المهجن وسنرسمه الآن، سيكون هناك خصائص S أو من المدار S أكثر مما كان لدينا في التهجين SP3. فإذا أردنا رسم المدار SP2 سيكون بنفس شكل مدار SP3 ولكن باختلاف قليل، هذا الجزء الأول من مدار SP2 وهذا الجزء الثاني من المدار. أعتقد أنكم تمكنتم من إيجاد الفرق في شكل مداري SP2 و SP3. عندما كنا نرسم المدار SP3 كان الجزء على اليمين أكبر، طبعا هذا بسبب أن الـ SP2 لديه خصائص أكبر من المدار S من المدار SP3. نعم، والجزء اليسار أصبح أصغر الآن. إذا هذا الجزء أو هذه الفلقة ستكون أصغر في الـ SP2 المهجن منها في الـ SP3، وهذا سيؤثر على طول الرابطة. فعند ارتباط ذرات الكربون المهجن من SP3 ستكون أو SP2 آسف ستكون الرابطة أقصر من لو كانت في التهجين SP3. لنرسم جزيء الإيثين الآن. نعم، لاحظوا من الصيغة البنائية له أنه يحتوي على ذرتي كربون كل منها تهجينها SP2، إذا سيكون لكل ذرة فيه 3 مدارات مهجنة من النوع SP2 التي تحدثنا عنها هنا. طبعا وكل مدار منها يحتوي على إلكترون تكافؤ واحد فقط. لنرسم الجزيء هنا، سنحاول أن نظهر جزيء الإيثين بمداراته وتداخلاتها مع بعضها البعض. سأبدأ بذرة الكربون. طبعا لتكون الأمور أقل تعقيدا سنتجاهل هذه الفلقة أو هذا الجزء من المدار SP2 لأنها تخلق ارتباك أثناء الرسم. هذا يمثل المدار SP2 المهجن، نحتاج إلى 2 آخرين. إذا هذا الكربون لديه 3 مدارات SP2 مهجنة، نعم كل منها لديه إلكترون تكافؤ واحد فقط، إذا سنضع الإلكترونات تكافؤ فيها بهذا الشكل. هناك ذرتي كربون في جزيء الإيثين، كل كربون أو كل ذرة كربون تهجينها SP2. سنرسم الثانية هنا و3 مدارات من النوع SP2 المهجنة، كل واحد من هذه المدارات لديه إلكترون تكافؤ واحد فقط كما نعلم. إذا هذه إلكترونات تكافؤ.
نعم، وأيضا لدينا 4 ذرات هيدروجين في جزيء الإيثين، ذرتي على كل ذرة كربون. الهيدروجين لديه 1 إلكترون تكافؤ في المدار S، وشكل المدار S هو كروي كما تعلمون أيضا. إذن هذا المدار S لذرة الهيدروجين، وهو يحتوي على إلكترون تكافؤ 1، وهذا المدار S لذرة الهيدروجين الثانية. نعم، وهذه ذرة الهيدروجين الثالثة، وهنا ذرة الهيدروجين الرابعة. لنعود للرسم في الأعلى هنا، لاحظوا أن كل ذرة كربون ما زال لديها مدارين، أو آسف، مدار واحد فقط P غير مهجن، وهو هنا، وهو أيضا لديه إلكترون تكافؤ 1. نعم، إذا إلكترون تكافؤ 1 فيه فقط. دعونا نرسمه الآن، وسأستخدم اللون الأرجواني بهذا الشكل للأعلى ومن ثم للأسفل. إذا هذا هو المدار B، وهناك إلكترون تكافؤ 1 في هذا المدار هنا. وأيضا ذرة الكربون في اليمين لديها مدار P غير مهجن بهذا الشكل، وبه إلكترون تكافؤ 1 هكذا. الآن لدينا هذا الرسم الذي يمثل جميع مدارات ذرات جزيء الإيثين بهذا الشكل كما نراه. لنرى التداخل بين هذه المدارات وما الذي ينتج عنها. نعم، هذه المدارات SP2 المهجنة تداخلت بشكل رأسي، وقلنا سابقا أن مثل هذا التداخل ينتج عنه رابطة من النوع سيجما. حسنا، إذا هنا رابطة من النوع سيجما بين ذرتي الكربون هذه، وهنا أيضا التداخل بين مدار SP والأس من ذرة الهيدروجين هو تداخل بشكل رأسي. إذا هنا أيضا رابطة سيجما، وهنا رابطة سيجما ثالثة، وهنا رابطة سيجما رابعة، وهنا رابطة سيجما خامسة. إذا لدينا 5 روابط سيجما في جزيء الإيثين، 5 روابط سيجما في هذا الجزيء. لننظر إلى مدارات البي الغير مهجنة. نعم، وهي هنا. طبعا يستحيل على هذه المدارات أن تتداخل بشكل رأسي كما ترون من الرسم. طبعا كما رأينا في فيديوهات سابقة أنها ستتداخل بشكل جانبي، مما يعطي رابطة من النوع باي. إذا التداخل هنا بشكل جانبي وأدى إلى إنتاج رابطة من النوع باي. إذا هذه رابطة باي، هنا واحدة، وهنا فقط في هذا الجزيء يوجد رابطة باي واحدة و5 روابط سيجما لجزيء الإيثين. لننظر إلى رابطة سيجما بين ذرتي الكربون هذه هنا. نعم، طبعا كما قلنا سابقا المدارات المهجنة SP2 هي أصغر من المدارات المهجنة SP3، وهذا يعني أن ذرتي الكربون هذه هنا على اليمين وعلى اليسار أقرب لبعضهما البعض عن لو كان تهجينهما SP3. وبما أنهما أقرب إذا ستكون الرابطة بينهما أقصر، وبما أن لدينا رابطة سيجما واحدة فقط بين ذرتي الكربون ورابطة باي واحدة، إذا هذه طريقة جيدة لتفسير لماذا تكون الرابطة المزدوجة هي أقصر من الرابطة الأحادية. وهذا له علاقة كما قلنا أن مدارات SP2 المهجنة هي أصغر من مدارات SP3 المهجنة. لنرسم رسما آخرا للإيثين ونبين عليه الروابط الأحادية وكيفية تشكل الروابط باي وزاوية الرابطة كذلك بهذا الشكل كما ترون. 5 روابط أحادية جميعها من النوع سيجما هنا بهذا الشكل. نعم، طبعا كما قلنا أن نوع المدارات المهجنة هو الذي يساعد في تحديد الشكل الهندسي للجزيء أو الأيون المتكون. إذا جزيء الإيثين يتبين أنه منبسط، يمكن التفكير بهذه الذرات أنها على نفس المستوى، منبسطة جميعها. وعند رسم رابطة باي، هناك فقط واحدة منها، هذه الذرة لديها مدار بي وسأرسمه بشكل كبير، وهذه الذرة أيضا لديها نفس المدار بي، رسمتهم بشكل أكبر لإظهار أنهما يتداخلان بشكل جانبي هكذا. ربما كان يجب اختيار لون آخر لكن حصل هذا. ترون الآن أنهما يتداخلان من الأعلى ومن الأسفل، وبين تداخلهما يكون بينهما رابطة سيجما. نعم، طبعا وكما قلنا أن الرابطة باي تمنع الدوران للجزيء حول محور الرابطة. إذا لو كنا نتعامل مع الإيثان لكان هناك دوران فيه لانعدام وجود رابطة باي بين ذرتي الكربون فيه. نعم، ومما يجب الإشارة إليه أن بعض الطلاب يعتقدون أن وجود منطقتي التداخل هذه يسبب بتكوين رابطتي باي. طبعا وكما تعلمون أن هذا الكلام غير صحيح، فهذا التداخل من الأعلى ومن الأسفل من منطقتين
لمداري بي يسبب برابطة أو بإنتاج رابطة باي واحدة، وهذه الرابطة كما قلنا تمنع دوران الجزيء حول محور الرابطة. وعند التفكير في الزاوية بين الروابط جزيء الإيثين كما أن كل شيء مستوي هنا، ولا ننسى نظرية فيسبر كذلك، كل شيء مستوي، ونظرية فيسبر يجب أن تحسب في عين الاعتبار. نعم، الإلكترونات في المدارات المهجنة ستتنافر مع بعضها وتذهب بعيدا عن بعضها البعض قدر الإمكان. نعم، وبما أن هذا مستوى مسطح كما قلنا سيكون لدينا 360 درجة، ونقسم على 3 لإيجاد زاوية الرابطة، إنها تقريبا 120 درجة. نعم، إذا هذا الرسم ساعدنا على فهم زاوية الرابطة والشكل الهندسي للجزيء أيضا، ومعرفة أنه لا يوجد دوران حر فيه كما قلنا. بعد كل هذا لنرسم الآن الصيغة البنائية للإيثين ونحللها بهذا الشكل، رابطة ثلاثية بين أي ثنائية بين ذرتي الكربون. دعونا أولا نحسب عدد روابط سيجما فيه. نعم، إذا سنعد الروابط الأحادية فقط فيه لنحسب عدد روابط سيجما. طبعا هذه هنا رابطة سيجما سأظللها، هذه هنا واحدة اثنتان ثلاثة أربعة، وبين ذرتي الكربون نعلم واحدة من هذه هي رابطة سيجما وواحدة هي رابطة باي. طبعا لا يهم أي منها هي باي وأي منها سيجما، إذا سأقول هذه سيجما مثلا. إذا لدي 5 روابط سيجما كما قلنا سابقا، وقلنا أن تلك التي بالأعلى هي رابطة باي. إذا هكذا ننظر إلى الصيغة البنائية ونحلل روابط سيجما وباي فيها.